ما هنا مع المذيع الممتع الاستاذ نواف الهويمد، علوم الاولين، اخبار علوم الاولين استاذ نواف. والله الحمد لله السنه هذه 10 حلقات مبشره، حتى لنا احنا يعني فريق عمل علوم الاولين، يعني حتى احنا نحضر المشاهد ونصور ونتعب ونعد ونقتنع، لكن برضه يعني نتحرى ردت فعل المشاهدين، الحمد لله ردت فعل يعني طيبة، يعني حمستنا وأسعدتنا كثير. باقي 20 حلقة صدقوني الجاي أدوى من ناحية القصص والتنوع، وبدل راح تشوفون ما يصير وعين منكم لا ترى بإذن الله. الله عليك شرف شيء كمان. الله يبارك فيك ولنا لقاءنا بإذن الله. الله يسلمك. شكرا يا كرسي كذا كرسي. أنا أسعد يا أبوي لك الله يبارك إن شاء الله. كشنا وكشتا كيف يعني؟ والله ضرب الأكل وعقب خوادر وشواهي. الله يوفقكم بإذن الله إن شاء الله. إن شاء الله في أعمالنا. ما شاء الله السعودية ما شاء الله حضور مميز وتأثير ما شاء الله. الحمد لله. يعني يفرح الصبح. الحمد لله الحمد لله. الله لا يهينك في يمكنك. الفنان سالم الخصيب. جمال التميز الحضور التأثير الحبيب الغالي العزيز الداعم الله يبارك الشيخ بس ناقص استضافتي بس والله هو نعم فيك وفيك الله يحييك يا هلا والله انت بصحة السلامة انا متشرف لي بعد ماشي الله يرضى عليك الله يرضى عليك ان شاء الله مساك خير يا سيدي
تعرف هذا لو ما تعرف هذا؟ هذا الإذاعي الجميل هذا. خير. عبد الحكيم شاب عضو إعلامي وصاحب السبق. هلا والله هلا. كيف حالك؟ الله طيب الله يسعدك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. أمورك زينة؟ أنشط واحد في ال. كيف الداعم الحبيب الخال اللي دايما يزعجك؟ بطلت الدكتور مين انا دكتور كوميديا سلام عليكم شهر مبارك ان شاء الله حالك طيب ان شاء الله عبد الكريم ان شاء الله كيف السبت والله انت اليوم لك حضور جميل الله يجزاك لك بكل برنامج او مسلسل الله يجزاك ابداع بسطي ولا اسئله بعد تمام يلا توكل على ممثل الفنان السعودي عيد سعد اللي قدم دور ناصر في العاصفة الان هو علي صار علي يعني ايش طبيعة الدور هذا؟ والله شوف طبيعة الدور اساسا حتى بداية الحلقات يعني حط فلاش باك على شخصية علي كان اول شخصيات يبانك وشجاع التزم بعد وفاة عمه فحاول إني كفر عنه، فبدأ لما تقول الناس حاولوا إنهم يدخلون باسم الدين، حاول سنة صلصة حاول تفكير عاد حاول إن شاء الله حق الدين هو وجبة شرع أو عبادة. إيش كانت الرسالة هي؟ رسالة الناس يسألون عمره العرب باسم الدين طبعا الدين في القصة في الشيء فالناس المقرب من ناحية الجهات من ناحية التطبيق عندنا شبنا في الحقبة الثمينة أيام الصحراء يعني قبل ثلاثة أيام واجهت فعلا واحد وسلم عليه وصور معي قال أقسم بالله أني شفته على المدى الحساس أخوي ذا 18 سنة ما في أفغانستان ولا جهة أي والله موجودة بثقب إسلامي مع أخوه يقول له 18 سنة راح لأفغانستان أعتمد الناس قالوا يأخذون أن ذهب لأفغانستان في النهر الله يعطيك العافية سيد مال محبوب سيد عيد سعد علي في دور مستر عاصم الله يسعدك إن شاء الله تكون هذه عادة سنوية لنا كل سنة إن شاء الله نستمر فيها الحقيقة يعني كان يعني شعور يعني جميل حضور كبير من الزملاء والمستمعين اللي عملوا قرابة طويلة ما شفناهم لكن أفضل ما في الحقيقة مع أننا تجدد العلاقات وأيضا توجد فرص عمل جديدة لأنه في فرص نشوف مع زملاء جديد وأيضا تطرح أفكار جديدة فأتمنى إن شاء الله من الله يعيد علينا وعليكم سعادة الرئيس كيف شفت أصداء البرامج والمسلسلات؟ والله خلال 10 أيام يعني إحنا يعني في يعني ما في شك في ردود إيجابية لكن إحنا أيضا طموحاتنا أكبر إحنا قطعنا خطوة خطوات في مشوار طويل أمامنا لابد أيضا إن إحنا نعمل ونجتهد يركز على كيفية تطوير المحتوى حتى يحقق طموحات الناس حتى يلبي رغباتهم وأنا أعتقد أنه يعني شفنا تفاعل إيجابي وسمعنا ردود إيجابية لكن طموحاتنا الوصول للقمة صعب وصلت ولكن الاستمرار عليها راح يكون أصعب مجموعة وكوكبة النجوم هذولا كيف راح تقدروا تحافظون عليهم أيضا الموسم القادم؟ احنا حقيقة ما نقدر نقول وصلنا للقمة عشان نكون واقعيين، احنا نقول يعني خطينا خطوات جيدة لكن ما زال أمامنا بعد مشوار طويل وما زلنا أمامنا يعني تحديات وما زال أمامنا، لكن الشيء الطيب انه في حماس في رؤية واضحة للطريق اللي احنا ماشيين فيه، في فريق كبير من شباب وشابات الوطن اللي يعملون على مدار الساعة
اساس يعملوا عمل نوعي ويحققوا طموحهم واحنا نشعر ان هذا عمل فريق صراحه. جميل بهذا المساله انه هذا الشغف موجود عند فريق العمل هو الحافز الحقيقي في مساله التطوير والتحسين والافكار الجديده. وانا اعتقد انه يعني هذه خطوه لكن ان شاء الله تخطط لاشياء افضل لانه تعرف في عالم الاعلام دائما هي ارض خصبه للافكار الجديده للابداع للابتكار. واحنا عندنا يعني ثقه في ابنائنا وابناء الوطن وشابات الوطن في انهم مبدعين وقادرين متى ما اعطي الفرصه فهم بامكانهم ان يكونوا ناجحين في عالم الابداع. استاذ اسمح لي بس الطفل جزء مهم من ضمن الاسره ما ادري هل سيكون ضمن اهتمامات الهيئه في الاستراتيجيه في انشاء القنوات الخاصه للاطفال؟ يعني ما اعتقد انه هناك مشاريع انشاء قنوات جديده لكن انشاء محتوى او عمل محتوى يلبي جميع الرغبات يعني يلبي جميع الشرائح. لا تنسى انه احنا حتى نعمل محتوى نعمل نوع من الفوكس جروب جلسات عصب ذهني مع شرائح مختلفه نسمع من ارائهم وايضا نراجع برامجنا السابقه ونشوف ايش اللي حصل عليها تفاعل ايجابي ايش البرامج اللي ما حققت. لكن الشيء الجميل انه احنا تجينا افكار واقتراحات ونركز حقيقه صراحه على المحتوى المحلي لانه في عندنا تنوع وفي عندنا مواد مغريه للعمل الاعلامي. وانا اعتقد انه فرصه لاي صانع محتوى انه يبتكر. الان احنا نشوف ان المملكه قاعده تتحول بشكل سريع جدا ضمن رؤيه 2030 التطور السريع اللي قاعد نشوفه تغير الاداء التغير الاجتماعي هذه المتغيرات هي السعوديه الجديده بملامحها الجديده هي فرصه لصناع المحتوى لكل اعلامي انه ينتهز هذه الفرصه ويصل ويتماشى مع هذا الزخم الكبير. فانا اعتقد انه عندنا فرصه كبيره جدا كما هي فرصه لكل الاعلاميين وهذا التطور الكبير والتغيير الكبير اللي حاصل هي فرصه ايضا لكل هو اعلامي وكل صانع محتوى ان يصنع التميز والابداع. جميل. سعادة الرئيس هل سنلاحظ نسخه ثانيه من البرامج في رمضان القادم؟ حقيقه اي برنامج احنا نعمل تقييم له نشوف مدى التجاوب. بعض البرامج نعمل منها نسخه ثانيه وثالثه ورابعه. يعني عندنا بعض البرامج اللي كانت ناجحه عملت اكثر من 4 مواسم مثلا رجال عبد العزيز الخايطي الان بدا في موسم 3 مواسم واستمر حتى الان. ونقيم ايضا البرامج اللي ما لم تحقق الطموح الكبير في التفاعل وبالتالي ما نعطيها فرصه للموسم الثاني. وبالتالي من يحدد استمراريتها من عدمها هو الجمهور وليس نحن. شكرا لك. فيما يخص برنامج الرياضة الشهرية
إبراهيم حبيب الله. اليوم لمة حلوة ومن الوجهة الحلوة وجهك اللي شفناها. الله يرضى قدرك ويرحم والديك. اليوم انا بكل مهال نسمع تلفزيون الحديث ما بيننا الاول الجميلة اللي حتى سنة نجوم من خلالها، واليوم نعود لها ولنا فخر وشرف الحمد لله. تلفزيون السعودية موجودة تميز هالسنة بشكل عظيم جدا، ناقص قنوات فضائية كبيرة جدا. الشباب اللي موجودة فيه كلهم شباب سعودي ما شاء الله تبارك الله، سواء فني سواء موسيقي سواء مغني سواء مقدمين ابدعوا، وحقيقه احنا نفخر بهم. مجموعه اعمال السنه هذه ضمت قامات على المستوى الفني، على المستوى الكوميدي، في الدراما. كيف جمع يعني انت تشوف، كيف تشوف عمل هيئه الاذاعه والتلفزيون في جمع هذه القامات؟ اجتمعت هالقامات لان رئيس هيئه الاذاعه والتلفزيون فاتح بابا للاسف اللي قبلهم، وانا مو تقليد فيهم، ما احتووا الشباب ابدا ولا احتووا ابناء البطل، لكن اعتقد انه محمد الفارثي والمجموعه اللي معه الطايبه والمعارف عامه احتووا الشباب واعطوهم فرصه، والشباب كانوا قد هالثقه وقد هالابداع الجميل اللي قاعد نشوفه من خلال البث. ثناء على برامجك شيء ما هو جديد، بس ايش الجديد انا اقول عندك بعد برنامجك الجميل اللي تقدمه؟ والله لا جديد، هذا البرنامج لا يكفيني، يعني كل اعمالي الفنيه يكون العمل هذا الانسان يكون، لأن العمل هذا ما فيه في تبريج كرم، في دعم، في استدامة، في تمكين، في إظهار إمكانيات المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان في 80 دولة، مبالغ مليارات حوالي 75 مليار دولار نفقها كسعوديين ونرفع المستقبل. هل تخليني واقف جنبك؟ الله يرحمهم، الله يرفع قدرك، الله يرحم والديك. كم شهر صحيح بالصف؟ يا مرحبا. لك ربع عبرة أبلغ من 1000 عبارة. دموعك الغالية في برنامج إنسان، يعني أنت كيف تصفها؟ والله ما أدري كيف أعبر لك، لكن أنه هذا البرنامج برنامج إنساني، أنت قاعد تشوف الحالات اللي قدامك تتألم وتتعذب، وفيصل معنا فيصل الكريم، يعني أنت قاعد تشوف حالات يعني لا حول ولا قوة إلا الله سبحانه وتعالى، لكن بفضل الله ثم دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده، إحنا قدرنا نبني مساكن، نبني مستشفيات، نبني مدارس، نعالج ناس، نحققهم، نخليهم استدامة، نخليهم تمكين في 80 دولة، وهذا فخرنا كسعوديين. كيف نجح البرنامج؟ عظيم جدا، رد الفعل مره جميله جدا، وانا اقول دائما انه هالبرنامج في كفه واعمال الفنيه كلها في كفه. صحيح، انت دائما انت هذا خطك انت في الحياه، انت دائما مشهور او معروف بحب العمل الخيري والانساني. صلى الله. هل هذا البرنامج يكون يعني علاقه مع طبعا هذا البرنامج احس انه كان مكتوب لفايز المالكي. شكرا للتلفزيون، شكرا لمركز الملك سلمان، شكرا لكل من دعمنا ووقف معنا وعمل معنا في هالبرنامج، نطلع بصوره جميله. الله يعطيك العافية. مستمعين إذاعة ألف ألف فيلم الموجة السعودية، معي سفير الإنسانية قامة قامة Thank you.
نصور مع سامي. ها هلا 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 بالحب، هلا هلا بالمسيور يلا 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 عهود يلا عهود عهود يلا شو يلا شو يلا شو تعال شو شو معنا تزعلين دينا فلاش هذا معك؟ لا هذا أنا شرفت بالعمل معه وناجي والله يفضل صراحة ليش خدمني؟ شرفتنا اليوم بالحفل اللي جمع أسماء كبيرة وطامات أول شيء أشكر كل القائمين على تحت هذا الحسن في قناة الوطن في قناة السعودية الأولى. إحنا سعيدين بهالتقدم الكبير اللي يحصل في القناة السعودية، يعني شيء مفخرة برامج كمية التنوع حتى على مستوى الديجيتال ما شاء الله، على مستوى كل شيء الماركتينج، يعني هي نقلة كبيرة. النقلة هذه بتورث إن شاء الله الأجيال، ونستفيد منها طبعا من الوطن، وهذا أهم شيء. أنا سعيد بدا حتى هذا الفصل، أتمنى أن يعني التجربة فيها تحدي كبير، أتمنى أن يتجاوزها إن شاء الله. اليوم أشوف هيئة الإذاعة والتلفزيون جمعت أكبر الأسماء سواء على مستوى الدرامي على مستوى الإعلامي متواجدين اليوم تحت مظلة هيئة الإذاعة والتلفزيون. يعني هيئة الإذاعة والتلفزيون مشكورة على لما شمل هذه الجمع الكبير حقيقي وكل متخصص، لكن اعتقد انها ايضا لما نشوف الان القنوات السعوديه الوطنيه تشوف تنوع كبير، نشوف هذا كل يعني متميز في مجاله، وهذه نقله ان شاء الله كبيره. نشكر كل القائمين عليها والدعم اولا واخيرا يعني من الحكومه الرشيده، لانه فعلا احنا نستحق القنوات السعوديه، ونحن نحظى ان شاء الله بتطور بنقله كبيره ان شاء الله، وتكون ان شاء الله دافع لنا ان شاء الله في تقديم المسج. على المستوى الرياضي ما استغرب تميز، ولكن ما شاء الله تبارك الله ايضا على المستوى الحواري انت عاد نشوفك ضيف متحدث ما شاء الله تبارك الله. اليوم انت مذيع لازم في البدايه يعني في المهد
كيف شفت التجربة؟ يعني لأن التجربة كانت قائمة فريق عمل أكثر من رائع حقيقة. فريق العمل القائم أعطى كل المساحة، ليس تألقي أنا، إنما تألق هذا الحشد الكبير اللي كان موجود خلف سامي الجابر من معدين، من استوديو، من أيضا إنتاج. ما عندي أي قصر حقيقة، أنا فقط هو دوري الربط لا أقل ولا أكثر. أيضا تميز الضيوف، ونشكر كل القائمين على دعمنا في هذه المرحلة، وإن شاء الله نكون نحن نوفق ونقدم إن شاء الله ما يميز قناة الوطن وقناة السعودية. كان يستغل تواجد نجم كبير مثلك الهلال، ما شاء الله تبارك الله ماشي في آسيا، كيف تشوف الهلال؟ يغرد دائما يغرد خارج الساحة، منا له التوفيق، وأيضا لبقية أندية الوطن، لأنه أولا وأخيرا واجهة الترسل. رامون دياز كيف ماشي معاهم؟ كويس؟ نعمة نعمة، جانا في وقت مهم جدا، أتمنى إن شاء الله أن يكون يعني نهاية سعيدة للأزرق، بقية الفرق السعودية خصوصا في كأس آسيا. سعيد بتواجدي معك، أنا أكثر. شكرا يا سامي عبد الحكيم صاحب السبت. برنامج جياد هذا كان في إعادة اكتشاف لذاتك يا سامي من الناحية الإعلامية؟ والله نعم إن شاء الله، لسه في بدايتنا إن شاء الله، والجاي إن شاء الله القادم. كيف الأصداء نجاح البرنامج؟ لا تعامل كإعلامي، لما أدرس إعلام ولسه مبتدئ. مو هذا هو مبحر لازم. مو هذا هنا الوقت ال مع الإنسان سامي الجابر والمواهب المدفونه، تكلم فيه عن ان سامي الجابر عنده مواهب مدفونه من ضمنها تعلم اللغه الانجليزيه في السعوديه، لانه كان يرفض انك تتكلم بالانجليزي القاده الثانيه، وتعلمت اللغه وانت لا زلت لاعب. انت اليوم في هذا البرنامج تثبت انك رقم واحد، وما شاء الله تبارك الله هذه احد مواهب سامي الجابر المدفونه تبارك الرحمن. اكيد المواهب يعني تجيب الفطره، لكن ما اعتبر نفسي موهوب اعلاميه، لكن انا احاول وصارت الجهد سنين، يمكن كنت امام الكاميرا في اوقات كثيره، تعلمت عشت في استديوهات كناقل او واصف او محلل، والحمد لله رب العالمين زي ما قلت لك فضل بعد الله سبحانه وتعالى. يعني ايضا الفيلم الجميل اللي ساعدني فريق العمل، ايضا البيئه اللي هي الدوله السعوديه القائمين عليها صراحه، طبعا محمد رشيد التعب، الى ايضا الرئيس التنفيذي الاستاذ عارفي الفادع في العقد الطيب فرحان، وايضا فريق العمل الجميل المكون سواء في الاعداد او الانتاج، وحتى هذا المسلم الجميل. انا لازلت فقط وجودي هو رد لا اقل ولا اكثر، لا ابقى اكثر. كابتن سامي ممكن نجمعها كلها؟ ايوه احسن. بس انا نزلت 4 ساعات من امس وجايع. اسلم عليك.
عشيك يا ابو عبد الله. الله يسلم على الكسر. تعلمت الأربع ساعات من أمس وجاية أسلم عليك. عشيك يا أبو عبد الله. أربع ساعات من أمس وجاية أسلم عليك. عشيك يا أبو عبد الله. ما كنت أرمس الجار وحكي